جين أنا متأكد بأنها ستمر بشكل إيجابي. أخي العزيز، بهذه المناسبة أنتم كنتم في أمريكا، كنتم في نيويورك، وكنتم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهنالك في أعلى منبر عالمي صدحتم وقلتم أن وقلتم مؤيدين موقف أذربيجان العادل، وبيانكم العادل الذي كان أساسه الحق والحق وحده، وهو أن قرباغ هي أرض أذربيجانية، هذه حقيقة. وأيضا في القانون الدولي أيضا قرباغ هي أرض أذربيجانية، وهذا الموقف الأخوي له موقف يسجل ويحفظه التاريخ. خلال حرب قرباغ الثانية أنتم وكل الشعب التركي كان إلى جانبنا، ومنذ اللحظات الأولى للحرب أذربيجان لم تكن وحدها قط، بل تركيا وقفت إلى جانب أذربيجان، وتصريحكم هذا كان رسالة قوية جدا. وشعب أذربيجان فهم جيدا هذا الدعم العميق والدعم الراسخ ولن ينساه أبدا. سابقا في مدينة شوشة كان هنالك في مدينة شوشة المحررة بعد الاحتلال وقع بيان الاتفاق والتحالف بين البلدين والعلاقات بين البلدين. اليوم أنبوب الغاز الذي أقمناه كان مناسبة للتعبير عن الاستثمارات المشتركة التي تجمعنا، وخصوصا الافتتاح. واليوم نحن نبدأ بناء أنبوب غاز جديد، وكذلك نحن نوقع عددا من البروتوكولات الخاصة بسكة حديد، وأنا واثق بأن هذا المشروع سيجد طريقه للتنفيذ قريبا، وهذا جزء من الممر الذي سيفيد أذربيجان وتركيا والدول الجارة. وأود أن أضيف وأقول إننا تبادلنا وجهات النظر فيما يخص بتمديد سكك الحديد مع تركيا وتبليسي، وسيكون هناك سعة إضافية من المنتجات بملايين الأطنان، وأنا أدعو وآمل أن يكون بناء صناعة المركبات وكذلك سكك الحديد أن تمضي بشكل سريع، ونأمل أن تجد هذه المشاريع طريقها إلى التنفيذ السريع في هذا العام. وبطبيعة الحال نحن نعتمد على أنفسنا، تربطنا علاقات ثنائية متبادلة، ونحن نعتقد أنه بإمكاننا معا مواجهة التحديات الموجودة في المنطقة. لذلك لدينا مصالح مشتركة ولدينا حقوق وأهداف تقوم على بسط الاستقرار، ولا نريد أي حروب أو نزاعات في المنطقة. نحن نؤمن بوحدة أراضي كل الدول في المنطقة، والدعم الذي أظهرتموه لأذربيجان خلال حرب قرباغ، هذا التأييد القبلي والبعدي كان عاملا مهما جدا لتطور علاقاتنا إلى مستويات أعلى. وكذلك هذه لحظات تاريخية بالنسبة لأذربيجان، وخصوصا بعد حرب قرباغ، وكنتيجة لعملية محاربة الإرهاب التي نفذناها، نحن شهدنا هذا التاريخ وهذه اللحظات التاريخية والنصر الذي حققناه. وكذلك نحن اتخذنا مجموعة من التدابير لزيادة التجارة البينية فيما بيننا، وهي تفوق 6 مليارات دولار، وكذلك نتطلع إلى زيادتها أكثر
ونحن واثقون بأن هذه التجارة ستتزايد. لدينا بعض الأهداف الطموحة. في السابق كنا قلنا إننا نريد أن نصل إلى 15 مليار دولار من التجارة البينية، وكذلك نحن انتقلنا من ملياري دولار إلى 6 مليارات دولار، وأنا واثق أننا سنصل إلى هدفنا النهائي، وأن يكون هناك تجارة متواصلة بين بلدينا، والتجارة البينية تتطور كل يوم. مرة أخرى ضيف العزيز وصديق العزيز، أود أن أعبر لك عن احترامنا، وأود أن أعبر لك عن تحيات الشعب الأذري لكم، وكذلك أتمنى لكم النجاح في إدارة تركيا والشعب التركي. شكرا جزيلا.